وأكد رئيس السيسي تحقيق القوات المسلحة بتعاون مع الشرطة نجاحات متعددة على صعيد تأمين الدولة. وشدد رئيس السيسي على أهمية العمل بكل جهد وصبر وتضحية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة. القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع الشرطة المدنية إن شاء الله والحمد لله حققت نجاح كبير قوي في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللي كانت زي ما احنا كنا بنتكلم عليها دايما، وقعدنا تقريبا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة جدا من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنيين. شهداء سقطوا، وده دورنا كحماة للدولة المصرية وحماة للشعب المصري. فالحمد لله رب العالمين، زي ما بقول كده احنا حققنا نجاح كبير قوي قوي، ومش عايز اقول ان احنا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن ان الموجة اللي قابلتها مصر خلال ال10 سنين الاخرانيين دول ان شاء الله تم الانتهاء منها والسيطرة عليها. انا ما ذكرتش ده قبل كده في اي حديث، الكلام ده يعني بيتحقق بالتدريج، بقالنا سنوات كل مرة بنحقق نجاح في نجاح في نجاح، وده زي ما بقول لكم ان اوعى تفتكر ان النجاح بيجي بدون عمل وبدون صبر وبدون تضحية، ابدا مفيش حاجة كده. الوجود اللي ربنا اوجدنا فيه اوجدنا للعمل والكد.